هاي شنو صفية؟ شنو هالصوت؟ ايش دا تسوون؟ دا سمع موسيقى لتوأمي نعماني. ها يعني هاي موسيقى؟ أنا عبالي جاموس، واحد دا يشعل ذيله ودا يصيح من الوجع. لا بابا موسيقى طبعا، بس هاي الموسيقى كلاسيكية يسموها. ها دا تغني مو؟ لا بنتي لا، هاي عندها مشكلة على مود هاي هيك تصيح. نعماني ليش طفيته؟ ذاك اليوم بالتلفزيون قالوا الأطفال إذا يسمعون موسيقى كلاسيكية ببطن أمهم راح يطلعون أذكياء. صفية هاي من كانت ببطنك سمعتيها موسيقى كلاسيكية؟ إيه سمعتها نعماني. من هذا هيش طالعة. إيه؟ حرام عليك بابا ترى أزعلها. لا تزعلين بنتي لا تزعلين. باعوا يعني الأطفال إذا سمعوا مرض صيح مثل الجاموس ما راح يطلعون أذكياء. زين شنو لازم نسمعهم نعماني؟ راح نسمعهم هيش أغاني وطنية حتى جهالي ما ينسون أصلهم. إيه تحشي صدق نعماني؟ شغل وحدة أشوف. إيه شغلته شغلته. الله الله ها بابا حبيبي إيش راح تسمي الجهال؟ فكرت باسم لا بعدك؟ أنا راح أسميهم على أسماء المصارعين العراقيين عدنان القيسي عباس الديك، هي هاي أحلى أسماء. إيه والله سميهم نعماني سميهم. راح أسميهم طبعا. ماما بابا بالمستشفى من يشوف هالبنات راح يصير قوس قزح يطلع من لون ويفوت بلون تاني. راح تشوفين ولكن شكو عشان تتمسمسن مثل البزازين. دنغني حبيبي دنغني. ايه دنغنوا غنوا 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 غني بنتي غني.